بحضرة في تشكيلته محمد أزعنان وعثمان الحفيفان في حراسة المرمى. يحاول أن الخادع بها الحارس ما كانتش هنا. لاحظوا أيوب، أيوب يتقدم، شنو غادي يعمل؟ مراوغة جميلة ولكن محاصرة من أمام لاعبين، ولكن تخرج كرة جميلة سديدة. جول ديال سفيان بختوش. إذا الهدف الأول ما تجاوزناش الدقيقة الرابعة، نادي ديال القنيطري كيسجل الهدف الأول عن طريق سفيان بختوس بعد اختراق جميل كان ديال الزميل ديالو أيوب حشحاش، رغم أنه تعرض لرجع كرة وكتشي هنا مرتدة أيوب لسفيان. لا 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 لهذا الهدف، هدف جميل ديال سفيان الحلاوي. كان بناء هجومي من الخط الخلفي، قطع على الكرة عن طريق اللاعب عثمان هوكاري. تحدثت على هذا اللاعب قبل لحظات بأنه كيتميز بقطع الكرات، لعب تمريرة سريعة للزميل ديال سفيان بدوره مررها لأيوب حشحاش اللي كان في مدينة القنيطري. هنا خطيرة عند سفيان الحلاوي. لا 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 يا سفيان، السيدة كانت قوية قوية قوية، سددها في الزاوية التسعين للحارس عثمان الحسيسان. كانت مؤطرة بشكل هزيل، ما خلاتش ليه أي فرصة باش أنه يصدها، وبالتالي كيوقع الهدف الثالث في هذه المقابلة، الهدف الثاني الشخصي ديالو في حدود الدقيقة 16. أيوب حشحاش كيلعب عند سفيان بختوس، كيراوغ بطريقة جميلة، سفيان تأخر ولكن أيوب حشحاش. الهدف الرابع ديال أيوب حشحاش. لا 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 بانيلكا كانت جميلة ديال أيوب، كيوقع الهدف الرابع لمصلحة نادي دينا القنيطري أمام تفكك دفاعي للاعبي أولمبيك تطوان. الهدف كأكبر انتصار للفريق، علما أن نادي دينا القنيطري. هنا خطيرة، هدف هدف ديال تقليص النتيجة للاعبي أولمبيك تطوان عن طريق الخطأ. سفيان الحلاوي كيسجل في المرمى ديالو من دون قصد بعد ما سدد اللاعب عبد الواحد بورداع الكرة في اتجاه المرمى، وبالتالي بين نادي عند مدينة القنيطرة نادي سابق القنيطرة ودينا. هنا خطيرة، أحمد طويل، أحمد طويل كيسجل الهدف الثاني، هدف تقليص النتيجة حذاري من استفاقة نقدر نقول ليست بالمتأخرة. قبل لحظات الفريق سجل هدف تقليص الفريق الأول، والآن يستغل ثبات عميق. مرتدة خطيرة هنا يا حجاري، كرة عند أحمد جميلة. هدف الثالث ديال نادي أولمبيك تطوان، كيقلصوا النتيجة من جديد وسط دهشة لاعبي نادي ديال القنيطري. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ عثمان الهوكاري كيحاول أن سفيان الحلاوي. سفيان، يا سفيان، لا 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 لا، الهاتريك الخاص باللاعب سفيان الحلاوي، كيسجل الهدف بطريقة أكثر من رائعة. صويبة بالقدم اليسرى ما خلاتش أي مجال للحارس عثمان الحسيسان في الوقت اللي كان فريق أولمبيك تطوان. هنا محاولة، شنو غادي يعمل؟ هنا التصويبة غادي تكون جول ديال أشرف درجاج. تصويبة على الطائر كانت رائعة، رائعة هاد التسديدة. مقابلة غتشتعل من جديد، مقابلة غادي تشتعل من جديد. خمسة إصابات بالفعل لأربعة، يعني حتى اللاعبين لا وجود احتجاجات. سفيان اختراق جميل. لا 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 يا سفيان الحلاوي، سفيان الحلاوي يعني هدف جا في الوقت ديالو، هدف السادس، كيسجل الهدف الرابع ديالو الشخصي والسادس الفريق ديالو. سفيان الحلاوي يمكن الفريق تطوان الان غادي ينزل يديه للارض بعد ما اصبح الفارق هدفين. كنت خطا هادشي غنتعرفوا عليه في قادم الدقائق.
احمد تيجي خطيره الان تصيب هذه العمليه الان ديال اللاعب طائر تصيب ووقت مستقطع اكيد غادي يكون الفريق ديال قويطيري يعني يمكن ثلاث الاهداف على ما اعتقد فريق ديال قويطيري سجلها في المرمى ديالو يعني غريب 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 ما يحدث مع هذا الفريق خصوصا في هذا الموقف بالفعل ولكن وبالفعل جات هذه المقابله بانتصار نادي ديال قويطيري انتصار مستحق بخمسة الاهداف مقابل اربعه امام ضيفه اولمبيك تطوان اللي بدوره قدم مقابله في المستوى كان معكم في التعليق على هذه المقابله محمد بلقادة نضرب لكم موعدا في قادم لقاءات بطولات الفوتسال في قسميها الاول والثاني نشكركم على طيب المتابعه الى اللقاء